سنة ورجال في النادي الأهلي فازوا بالدوري وفازوا بالكاس. خلينا نرحب ونبارك لقائد الفريق الكابتن محمد يحيى. كابتن محمد يحيى مساء الخير. حضرتك ده أولا بنبارك لك ألف مليون مبروك، يعني واخد بطولة قوية جدا، مباريات لا تدل على الرقم بتاع النهارده، رقم النهارده 18 17 للنادي الاهلي. بنبارك لك الف مبروك على الدوري، الف مبروك على كاس مصر النهارده. الله يبارك في حضرتك كابتن خالد، بشكر حضرتك طبعا وببارك طبعا لرئيس النادي الاهلي ورئيس جهاز كره اليد، والحمد لله الولاد كانوا على قد المسؤوليه، عملنا بطوله كويسه او موسم طويل صراحه، لان كان موسم صعب جدا، كان موسم طويل وطبعا انت عارف حضرتك السنه ده كله ثانويه عامه، فطبعا ازاي بيقدر ينسق بين دروسه وبين تمرينه في فرقه النادي الاهلي مواليد 2000، في حوالي اربع لعيبه موجودين في منتخب مصر ما شاء الله، معسكرات منتخب وزائد دروس زائد تمرين نادي، فبصراحه كان موسم طويل، موسم صعب عليهم، وانا طبعا بشكرهم كانوا قد المسؤوليه. قدرنا الحمد لله نكسب الدوري، والحمد لله النهارده كسبنا الكاس وجبنا الثنائيه الحمد لله النادي الاهلي، ودي ما حصلتش تقريبا مع فرقه 2000 خالص من ساعه ما اتعملت، يعني هم ياخدوا الثنائيه دوري وكاس، يعني الحمد لله الحمد لله. يعني اكيد لازم نسالك وصلنا لده ازاي يا كابتن محمد، وانت بتقول ان هم اول مره الفرقه تكسب بطولتين في سنه واحده، قول لي عملت ده ازاي في السيزون الطويل ده؟ والله يا كابتن خالد طبعا انا كنت بحاول بقدر الامكان اوفق مواعيد التمرين مع دروسهم، يعني احنا كنا طول الموسم بنتمرن في توقيت صعب جدا، بنتمرن الساعه 10 بالليل، لان كل الولاد عندهم دروس طول النهار، بيخلص مدرسه بيطلع دروسه بيجي الساعه 10 بالليل، فكنت بحاول اعمل لهم اخر ميعاد خالص ميعاد التمرين نتمرن الساعه 10 بالليل، طبعا الولاد كانوا بيجوا مجهدين جدا وتعبانين جدا، بس بصراحه هم قد المسؤوليه وتعبوا كتير جدا واشتغلنا كتير جدا، يعني عايز اقول لحضرتك اللي فارق كمان السيزون ده ان في نادي مثلا الزمالك، نادي سموحه، في الجيش، في الشمس بقى المنافسه، اليوكليس في المنافسه بقت من حوالي ست فرق في جيل 2000 ده او في فرقه 2000، طبعا مع احترامي وتقديري لبقيه الفرق، بس بقى في اكتر من فرقه بتنافس على البطوله، كان دوري صعب جدا يعني. والولاد بصراحه تعبوا معايا جدا جدا جدا، واولياء الامور يعني اللي كان بيوصل وكان بيروح وكان مستمر 12 بالليل عشان يروح ولاده وبالليل متاخر، كل الناس بصراحه تعبت وكل الناس قدمت اللي عندها. لما وصلنا لنهائيات الدوري كان الدوري معمول بنظام بتلعب دوري من دور واحد، بعد كده بيقسم من واحد لسته المجموعتين، اول وثالث وخامس مجموعه وثاني ورابع وسادس مجموعه ثانيه. الحمد لله قدرنا نكسب الماتشين في الدوره المجمعه، ولعبنا الفاينل مع نادي الجيش، والحمد لله قدرنا نكسب ماتش فرق الجيش من الفرق الكويسه جدا. ماتشات الكاس لعبنا اربع مباريات في الكاس، لعبنا اول ماتش لعبنا الترسانه اوليمبي، بعد كده قابلنا في السيمي فاينل نادي الجيش برضو، والحمد لله قدرنا نكسب نادي الشمس النهارده. طبعا انت حضرتك استاذنا وكابتننا في كره اليد، حضرتك عارف طبعا 18 17 يعني كان ماتش قوي، يعني كان جدا يدفع من فرقتين، لان الفرقتين فيهم عناصر كويسه جدا، فرقه الشمس من الفرق المحترمه جدا في الجيل ده، فيهم حوالي ست لعيبه منتخب مصر، في لعيبه منهم بتلعب فيرست تيم، لعيبه منهم بتلعب منتخب 98 الاكبر من سنهم، فكان ماتش قوي والحمد لله. حضرتك برضو هعيد الكلمه تاني، حضرتك كابتننا في كره اليد الله يكرمك، عارف ان الفرقه اللي بتدافع واقل اخطاء في الفرقات اللي زي كده هي اللي بتكسب، فانا كنت اكتر حاجه بعملها ان انا اقدر ادافع كويس قوي، لان خلي بال حضرتك ان الجيل ده برضه انا كنت ماسك السنه اللي فاتت كنت ماسك منتخب الجيل ده، فانا بشبه نسبه كبيره حافظ العناصر كلها اللي بتلعب في الانديه، فقدرت ان انا اشتغل على الحلول الدفاعيه والحلول الهجوميه، سواء انهم عندهم ضعف في الدفاع عندهم العب بالحلول الهجوميه بتاعتي، فطبعا وفي الاول وفي الاخر ده توفيق ربنا وتعب الولاد بصراحه، كان في التزام تام باللي بيتقال لهم، كان في تضحيات كتير طول الموسم عشان عايزين يحققوا هدف، لان خلينا نتفق ان النادي الاهلي هو الاول نقول لك مبروك، الثاني يعني الثاني زي الاخير اكيد، حتى لما اتكلمت كنت دايما بلعب على الحته المعنويه بتاعتهم، يعني السنه اللي فاتت الفرقه دي كانت بطل دوري، فانا كنت دايما افهمهم، ودايما انت عارف حضرتك لما فرقه بتاخد بطوله وبعدها بطوله بعد 10 ايام ثانيه الفرحه والنشوه بتاعت الفرحه دي بتخليهم ما يبقاش في قمه تركيزهم في البطوله اللي بعديها، فابتديت اشتغل على الحته النفسيه دي مهمه جدا والمعنويه، ان ازاي احط لهم تارجت، انت السنه اللي فاتت بطل دوري، ما قلتلهمش، قلت لهم مبروك بس ما كترناش من الفرحه، يعني قلت لهم انتوا لغايه دلوقتي لسه ما عملناش حاجه، صح، لان احنا لازم نحقق الكاس عشان تضيف لنفسك انت الاول كفرقه ان انت حققت حاجه الموسم ده، لان الموسم ده انت بطل دوري، طب ايه الجديد ان انت عملت خدت الدوري؟
فلازم تعمل بجد يا محمد، حطيت تارجت تاني بجد. الف مليون مبروك، بنبارك لك فعلا ما شاء الله. التارجت ده مهم جدا 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 ان شاء الله. لعبتك انت، انا عارف ان الفرقه دي فرقه ما شاء الله فيها امل للنادي الاهلي باذن الله في المرحله الجايه. نتمنى الخير للنادي الاهلي، ونتمنى الدعم القوي جدا لفريق الدرجه الاولى في المرحله الجايه ان شاء الله. كابتن محمد الف مليون مبروك، وبنبارك لك تاني مره، وان شاء الله دايما في انتصارات ودايما في بطولات. الله يخليك كابتن خالد، شكرا لحضرتك. شكرا كابتن محمد، شكرا. ومعانا الخبر الثاني عن